السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا لليوم غتكون هي هذا العصير اللي هو عصير مغذي ومفيد إن شاء الله، وكنتمنى أنه ينال إعجابكم. وقبل من كل شيء تنشكر كل الأخوات أو الإخوان اللي انضموا عندي مؤخرا، كنقول لكم بارك الله فيكم ومرحبا بكم عندي. فالمقادير اللي غادي نحتاجو هي هذه: نص لتر ديال الحليب مع 6 الحبات ديال الفريز، سكر الاسمر او الابيض او العسل اللي كنتو بغيتو، كنستعملو كذلك معلقه كبيره ديال الشوفان و 6 الحبات ديال اللوز، او عفوا 5 الحبات ديال اللوز. فانتوما حرين تضيفوا اي اضافه كانت عندكم، تكثروا او تقلوا. فكناخذوا هكا الفريز من بعد ما غسلناه مزيان، نحيدوا له هذيك الورقه ديالو ونضيفوه على الحليب. ممكن انكم تعوضوا الفريز بالتفاح او البنان او افوكا او اللي كان متوفر عندكم. فهكا كنضيفوا ليه السكر وكنضيفوا ليه الشوفان واللوز وكنطحنوا كل شيء. فما تخافوش من هذاك الشوفان لانه كيتطحن، ففقط خاصنا الطحان يكون من نوعيه مزيانه. فهكا كنطحنوا كل العناصر وكنقدموها بالصحه والعافيه، وان شاء الله غادي يكون مفيد. هو هذا العصير ديالنا، نتمنى انه ينال اعجابكم. فكنقول لكم شكرا لكم على متابعه الفيديو، وكنضرب لكم موعد قادم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.